يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه فما لهم عن التذكرة معرضين، هل يدخل تحت هذا إذا كان الواعظ يطيل ويدخل موضوعا في موضوع فأذهب عنه وكلما وعظ ذهبت عنه، هل أدخل في هذه الآية؟ له عذر إذا كان الذي لا يحضر الموعظة له عذر شرعي فلا بأس، وكون الواعظ يسيء ويفتل على الناس هذا عذر لهم في أن يتركوه. نعم.